الى حد الساعه وصلنا لثمانيه ديال الاعتقالات. وهاد الثمانيه ديال الاعتقالات بتنسيق مع الامن الوطني والدرك الوطني والمصالح الاخرى المختصه ديال المملكه، وقفنا على حالات ديال شبكات، لان هذا الموضوع ما تلاش اب ولا ام كتصيفط كتصيفط تصحيح، ولاو شبكات في الدار البيضاء. الان تعتقل التلميذ وراه غاديين مع الشبكه بالوسائل اللي ما على كل حال في التلفازه كتفهموها. وعندي حاله في تفلت هذه 45 دقيقه بالضبط حتى هو دخل في اطار ديال الشبكه، والمصالح ديال الدوله كلها واقفه مع وزاره التربيه الوطنيه في هذا الحدث اللي هو حدث وطني وماشي بوحدنا في العالم باسره. البكالوريا حدث وطني، وان شاء الله من المؤكد بالمجهود اللي مقدمينه الاساتذه والاستاذات ورؤساء المراكز والمراقبين انه ان شاء الله غدوز الامتحانات ديال البكالوريا في ظروف جديده.